شيخ صالح، احنا حجينا العام وطلعنا وقت يوم العيد يوم النحر لمكة عشان طواف الإفاضة، بس رجعنا متأخرين، رجعنا متأخرين وقالوا لنا احنا النية ان النوم يعني المبيت بمنع ان ننام يعني بأي وقت، قالوا لا لازم يعني نص الوقت، نص الوقت يعني فاتكم المبيت. فاتكم المبيت. نمنا نمنا المبيت. ما هو بالكلام على النوم. يا أخي اصبر، الله هديك. يعني. اسمع سؤال للشيخ. اصبر يا أخي. اصبر نجيبك. هل فاتكم المبيت الليلة اللي من؟ أنا ما أنا بسألك إنكم نمتوا، أسألك عن المبيت. المبيت هل نمتم في الليل في منى؟ إيه نمنا في الليل في منى. كم نمتوا؟ والله ما جينا احنا حول الساعة 11 ونص دخلنا ونمتوا إلى الفجر؟ إلى الفجر ايه؟ نمتم؟ ايه الحمد لله يكفي هذا. يكفي الحمد هذا الحمد لله. بس احنا بنيتنا ان المبيت انك تنام يعني لو ما تجي الا الساعة 2 3. يا أخي خلاص بتم والحمد لله. نعم.